توقف فيسبوك وإخوته لساعات، وتوقفت معهم الحياة الافتراضية على كوكب الأرض. على الأقل هذا ما شاهدناه على أرض الواقع. أما في الخفاء فهجمات سيبرانية سرية وطبول تقرع لحرب عالمية من نوع مختلف. سنروي لكم تفاصيلا صادمة عما حدث في ذلك اليوم الغريب، وسنكشف ما أخفوه من حقائق خطيرة. في ظهيرة الرابع من أكتوبر من عام 2021، كان مستخدمو تطبيقات شركة فيسبوك التي تضم فيسبوك، إنستغرام وواتساب أمام حدث استثنائي هز العالم. تفاجأ المستخدمون بتوقف وشلل تام أصاب حساباتهم. كانت فكرة اختفاء مواقع الشبكة العالمية الأقوى مثيرة للقلق. في البداية وقف الجميع حائراً، ورفضت فيسبوك التصريح عن سبب ما يجري، وأكدت أن عودة الخدمات قد تستغرق ساعات عدة. ليخرج بعد ذلك عدد من كبار موظفي الشركة ويكشفون عن خلل تقني داخلي أدى إلى حصول هذا العطل. وقد عزز تلك الرواية ما قاله مدراء التحليل على الإنترنت من أن فيسبوك أجرى تغييراً في معلومات توجيه الشبكة، ما تسبب بعطل مؤقت لخوادم نظام أسماء النطاقات. في غضون ذلك كانت الأخبار العاجلة تتوارد عن أعطال تقنية بالجملة تضرب مواقعاً متفرقة في الولايات المتحدة. لم يكن أحد يعرف ما يحدث. أثيرت إشاعات عن فتى صيني في 13 من عمره، قيل أنه اخترق عملاق التواصل الاجتماعي وهو المتسبب بهذه الأزمة العالمية، لكن دعاية أصحاب الشركة الأمريكية كانت هي الأقوى وهيمنت على نظرية الفتى المخترق. بعد 6 ساعات من حبس الأنفاس بدأت المواقع تستعيد عافيتها بشكل تدريجي، وعاد الوضع إلى ما كان عليه سابقا. إلى هنا كان كل شيء يسير بشكل طبيعي. تبنى الناس رواية فيسبوك المنطقية، لكن المفاجأة المدوية كانت بخروج تصريحات لأشخاص في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تفيد بتعرض الولايات المتحدة لهجوم سيبراني كبير مصدره الصين. لكن هذه الأنباء سرعان ما تم نفيها، مع تأكيد العكس تماماً، والقول بأن حدوث أي اختراق أو حادث سيبراني هو أمر غير وارد. هنا يبرز السؤال الهام، هل علينا تصديق رواية فيسبوك التي نشرت للناس؟ بالطبع لم تكن ادعاءات فيسبوك لتنطلي على خبراء الانترنت المحايدين الذين أوضحوا استحالة أن تكون الأعطال ناجمة عن تعديلات أو أخطاء تقنية، خاصة في ظل ما صرح به موظفو الشركة عن توقف جميع أجهزتهم عن العمل وعدم تمكنهم من الدخول إلى إعدادات الشبكة، بالإضافة إلى تعدد أشكال ومواقع الأعطال. وبالتالي لابد من وجود سبب خارجي أدى لوقوع هذا التوقف الكارثي. إذن ما الذي جرى بالضبط؟ ومن يقف وراء الحادثة؟ في الساعات القليلة التي تلت الواقعة، توصل كثير من المحللين إلى قناعة راسخة بوقوع هجوم سيبراني أو قرصنة إلكترونية من قبل إحدى الجهات، وهو ما عززته الكثير من الحقائق، على رأسها تصريحات البنتاغون. والأهم من معرفة آلية الهجوم كان كشف الجهة التي قامت بتنفيذه. لقد سقط فيسبوك الأمريكي بيد الصينيين، والذين نفذوا هجوما سريا واخترقوا بيانات أكبر الشركات الأمريكية وسيطروا عليها لساعات. لم يكن الأمر مفاجئاً، فنحن أمام تاريخ طويل من الهجمات السيبرانية بين الخصمين اللدودين. هذه الهجمات غيرت نظرتنا إلى مفهوم الحرب التقليدية،
لطالما اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين باستخدام القرصنة لكشف أسرارهم وسرقة التكنولوجيا من بين أيديهم، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، حيث حذر العالم من أسلوب حرب مخيف يفتك ويدمر بهدوء. وبالفعل فقد شهدت السنوات الماضية هجمات شبحية معقدة يصعب تعقبها تعرضت لها الشركات التجارية والعلمية والمراكز الحساسة الأمريكية من قبل من يسمون أنفسهم بقراصنة الجيش الشعبي، الأمر الذي دفع الأمريكيين إلى وصف الصين بأنها التهديد الإلكتروني الأول لهم. لماذا تفعل الصين كل هذا؟ ولماذا تعمدت مهاجمة الفيسبوك؟ للإجابة على هذا السؤال علينا العودة إلى تفاصيل العلاقة المعقدة بين أعظم قوتين اقتصاديتين في العالم. لقد شهدت السنوات الأخيرة مواجهة شرسة في الخفاء بين الدولتين، ومع بروز الصين كقوة اقتصادية وتكنولوجية عظمى بدأ الأمريكيون يلتمسون سقوط أمجاد تفوقهم العالمي، لذلك قاموا بفرض قيود وعقوبات وضرائب جمركية على كل ما يتعلق بالصين، التي بدورها ردت بأسلوب جديد من الحرب ضد المصالح الأمريكية وباستخدام المدافع الإلكترونية، تارة لإلحاق الضرر بمنافسها وتأكيد تفوقها التقني، وتارة أخرى للحصول على أسرار التكنولوجيا الحديثة بحسب ما يتهمها الأمريكيون. ومع اتضاح حيثيات الحرب الخفية تبقى قضية مهمة تتعلق بتوقيت وسبب اختيار الهدف، والواضح أنه مرتبط بحرب تقنية مرعبة عنوانها الصناعة الإلكترونية التي ازداد الصراع عليها مؤخرا، لا سيما مع ظهور أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية، والتي تستحوذ تايوان على 70% من إنتاجها العالمي. ومع إصرار الصين على حقها في فرض سيادتها على تايوان، تعمل الولايات المتحدة للسيطرة عليها بكافة السبل الممكنة، وذلك بغرض الحصول على متطلباتها من الرقائق من جهة، ولحرمان منافستها الآسيوية من الاستمرار بإنتاج التكنولوجيا المزعجة لها من جهة أخرى. هذا الأمر تعتبره الصين خطا أحمرا، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة كبيرة بينها وبين تايوان وأمريكا. هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير في الأيام التي سبقت حدوث الهجوم السيبراني، والذي قد يكون مجرد تعبير عن قدرة الصين على تعطيل نتاج التكنولوجيا الأمريكية إذا ما حاولت هذه الأخيرة احتكار مراكز المواد الخام المستخدمة في تصنيعها. هكذا خططت الصين وأرسلت تهديدها في أكثر المواقع حساسية، ليغدو ذلك فصلا جديدا من حروب عالمنا المخيفة التي تشهد تطورا متسارعا يوما بعد يوم.